ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن النفس في القرآن وأمرنا بتزكيتها وقال لنا قد أفلح من زكاها. طيب يعني ايه نزكيها وازاي؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ كارم ممدوح من علماء وزاره الاوقاف وفقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه فيكم الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا سيدة عائشة، ربنا يبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا. ازاي نزكي النفس يعني ايه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وارزقنا يا ربنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم امين اللهم امين. النفس البشريه عظيمه جدا، عظمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بل وأقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها. وربنا سبحانه وتعالى قسم هذه النفس في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: هناك نفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. النفس الأمارة هي التي تأمر صاحبها بكل قبيح وكل معصية. ربنا سبحانه وتعالى قال عنها في القرآن الكريم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذه النفس هي صاحبة هذه الذنوب وهذه المعاصي التي طالما تجعل صاحبة يقترف الذنب ويبعد عن الطاعة. أما النفس اللوامة فهي نفس تفعل الذنب ثم تندم على هذا الذنب، ودي نفوسنا كتير جدا مننا، يعني بعدما يفعل هذا الذنب يجد هذا الذي بداخله وهذا الخير الذي فيه يقول: لماذا تفعل هذا الذنب؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ لماذا فعلت هذا الأمر؟ فهذه النفس اللوامة، والله أيضا في القرآن أقسم بها. قال سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا يقسم الله في القرآن إلا بعظيم. أما القسم الثالث من أقسام النفس ألا وهي النفس المطمئنة، اللهم ارزقنا إياها يا رب. النفس المطمئنة هي النفس الراضية التي ترضى عن رزقها وترضى عن حالها وترضى حتى عن بلائها. النفس المطمئنة التي لا تشغل نفسها بالآخرين. النفس المطمئنة هي التي تعيش مع الله سبحانه وتعالى في ملكوته. النفس المطمئنة إذا أكلت حمدت الله سبحانه وتعالى وشكرته، وإذا لم تأكل أيضا حمدت الله وشكرته. هذه النفس المطمئنة بشر الله سبحانه وتعالى أنها تعيش في الدنيا في رضا وأنها في الآخرة راضية مرضية. ربنا يجعلنا منها إن شاء الله. ونشوف أول تقرير ونفرح كده في أول الفقرة، وفرحة وكراتين رمضان ومؤسسة فيكم الخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا مع حضراتكم هنا محافظة الفيوم مركز إقصى، جينا بفضل تعالى وإحنا معنا الخير، حملنا الخير لأهل الخير، حملنا صدقاتكم ونفقاتكم، جينا نفرح أهلنا النهاردة في محافظة الفيوم. جبنا لهم بفضل الله كراتين الطعام وكراتين الشراب بفضل الله، جينا لهم ندخل الفرح والسرور عليهم. مصداقا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: سرور تدخله على قلب مسلم. ها هو السرور نحمله معكم مع مؤسسة فيكم الخير، نحمل هذا الخير لأهلينا المحتاجين، للفقراء والمساكين، نحمل هذا الخير لنناشد أهل الخير كلهم في كل زمان وكل مكان. يلا معاني يا اللي ناوي الخير، يلا يا اللي جواه خير، يلا اتصل دلوقتي على مؤسسة فيكم الخير وقول: والله أنا عايز أرسم الفرحة معاكم، عايز أشارك في الإنجاز معاكم، عايز أشارك في إطعام المساكين معاكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: خلي بالك، الإنسان اللي يطعم هذا الإنسان على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. تعالوا مع حضراتكم نشوف كم الفرح وكم السرور من أهلينا المحتاجين لصدقاتنا ونفحتنا في شهر الخير في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا مع حضراتكم نشوف فرحه اهالينا ايه. السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ السلام. الله يخليك يا حبيبي. عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا. تحب تقولي ايه لاهل الخير يساعدوا معانا النهارده؟ ربنا يصلح حالكم ويكفكم شر المرض للناس الغلابه المحتاجين، وربنا يوسع في رزقكم ويحبب فيكم الارض. طب انتوا محتاجين ايه تاني؟ محتاجين كل حاجه، محتاجينكم انتوا تقفوا جنبينا، يصلح حالكم. ايه المساعدات اللي محتاجينها؟ اللي يشر من بين ايديكم حلو كله، اللي تدوه كله حلو. سمعنا كم الدعوات الجميله من امنا واختنا بفضل الله تعالى، تشكر كل اللي ساعد وساهم معانا
وبتقول لكم لسه محتاجين تاني عطاياكم، ولسه محتاجين زكواتكم، ولسه محتاجين صدقاتكم. بنناشد اهل الخير في كل زمان ومكان، اهلنا هنا في محافظه الفيوم يا جماعه محتاجين طعام ومحتاجين شراب ومحتاجين كسوه، محتاجين كل انواع الخير نقدر نساعدها. تعالوا مع حضراتكم نبدا مشروع خير جديد مع مؤسسه فيكم الخير هنا في محافظه الفيوم مركز اقصى. تعالوا نرسم الفرح والبهجه والسرور على وشهم. تعالوا نقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كلنا فينا الخير، كلنا فينا الخير، وها هو الخير حملناه معاكم مع مؤسسه فيكم الخير. اتفضلي يا حاجه. كل سنه وانت طيب. شهر الخير جه وجينا معاه بفضل تعالى بكل خير، جينا معاكم مع مؤسسه فيكم الخير بنحمل هذا الخير لاهالينا، جينا بفضل تعالى بوجبه افطار صائم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اطعام المساكين، وحثنا على افطار الصائمين، بل ونشدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان كل انسان بيفطر صائم له مثل اجره ولا ينقص من اجر هذا الصائم شيء. جينا لاهالينا النهارده نشوف فرحتهم ونشوف احتياجاتهم ايه ومحتاجين ايه. ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ الله يسلمك. قولي لنا يا حاجه انت محتاجه ايه؟ بص للكاميرا. محتاجه كل حاجه اللي انت تقوله كله. الله يبارك فيك. يا رب. فرحانه النهارده بالوجبه؟ فرحانه قوي. ربنا يتقبل يا رب. اتفضلي يا امي، اتفضلي. ربنا يبارك في عمرك. انت متخيل معايا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من فطر صائما واحد. احنا بفضل الله جبنا وجبه كامله لتفطير اسره كامله. ممكن الاسره دي تكون 7 افراد 8 افراد 10 افراد. انت مش متخيل كم الفرح والسرور اللي الناس شافته بفضل تعالى لما مسكت الوجبه دي. انا عايزك تشارك معانا في الاكل، عايزك تشارك معانا في الثواب، عايزك ما تحرمش نفسك من هذه العطاءات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الاعمال قال: سرور تدخله على قلب مسلم. افضل السرور ان انت تطعم الطعام، افضل السرور ان انت ما تشيلش للناس هم الاكل وهم الشرب، ان انت فضل تعالى تساعد معانا وتشارك معانا. جينا مع حضراتكم النهارده عشان نساعد اهالينا ونحس باوجاعهم ونحس بالامهم وقد ايه الناس دي محتاجه مننا، محتاجه مننا كل خير، محتاجه مننا كل صدقات، محتاجه مننا ان احنا ننظر اليهم نظره رحمه. ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ والله الحمد لله. قول لنا يا حاجه انت محتاجه ايه؟ والله محتاجة كل حاجة، والله يكفكم شر المرض يا رب وشر الوحش، ويا رب نجعلكم يا رب ماشيين في الخير كله بحق جه النبي يا رب، ويسعد يا رب كل محتاج، ويا رب بحق جه النبي يا رب. أسأل الله أن يتقبل دعواتهم جميعا يا رب، وأن يخلف على كل من أنفق وساعد معنا خير الجزاء في صحته وعافيته وماله وأهله، اللهم آمين. ده أنتوا أحسن ناس والله، وأنتوا ناس محترمة، ربنا ينور طريقكم. خدنا شنطة كبيرة هاي فيها لحمة وفيها بطاطس وفيها بتاع ده بصل. خدت شنطه وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يكفهم شر المرض ومحوجهم ولا يذلهم لحد، ويقدرهم على الخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين ويقدركم على الخير يا رب. نشكر مؤسسه فيكم الخير اللي هي جايبه مساعدات لرمضان، ساعد على الاحتياجات الناس، الحاجات اللي هم مطلوبه منهم، سواء اي حاجه مطلوبه للمعيشه يعني. فبنشكر مؤسسه فيكم الخير ان هي جت بلدنا وبتساعد الناس الغلابه. بفضل الله جينا مع حضراتكم النهارده مع مؤسسه فيكم الخير، جينا محافظه الفيوم مركز قصه قريه معجون، جينا واحنا نحمل الخير لكل اهل الخير هنا في المحافظه بفضل الله والقريه. جينا بفضل تعالى وزعنا اكثر من عدد كبير جدا جدا من الشنط الرمضانيه ومن اطعام الصائمين. جينا بفضل تعالى واحنا نحمل الخير مع مؤسسه فيكم الخير، وبنناشد كل اللي سمعنا وشايفنا النهارده من خلال مؤسسه فيكم الخير يمد لينا يد الخير، لانها محتاجين جدا. عندنا ناس كثيره جدا جدا، اسر اولى بالرعايه، ناس محتاجه طعام، محتاجه شراب، محتاجه احتياجات كثيره جدا جدا. بنناشد اهل الخير النهارده تعالوا نشارك الفرحه مع حضراتكم مع مؤسسه فيكم الخير. احنا بنشكر مؤسسه فيكم الخير لانها جت النهارده اسعدتنا في يوم من ايام الله تبارك وتعالى في شهر رمضان، شهر الصدقات، شهر البر، شهر الاحسان. وبنشكر العاملين بالمؤسسه، وبنشكر كل من ساهم وشارك وقد رفع الالم والحزن عن هؤلاء في هذا اليوم العظيم. اسعد 7 أو 8 أسر في اكثر، كل اسره تحتوي على 7 افراد اسعدهم اليوم. نشكركم جميعا، وبنشكر المؤسسه والعاملين بها، والله تبارك وتعالى في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، وكل عام وانتم بخير. مؤسسه فيكم الخير، بدعمكم هنساعدهم، بايديكم هنوفر لهم حياه. مؤسسه فيكم الخير، الخير منكم وليكم. احلى فرحه جميله جدا. حضرتك لسه بتقولي ازاي نزكي نفسنا. يعني ازاي احنا فعلا نفسنا دي نزكيها؟ نزكي نفسنا بالصدقه، نزكي نفسنا بفعل الخير،
نزكي نفسنا بالقرب من أوامر الله والقرب من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم الفرح والسرور اللي موجود في التقرير لا يعدله أي فرح لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني يفعل ينادي على الصحابة بأن يتصدقوا وأن يفعلوا الخير، ثم يجد أحد أصحابه رسول الله يقول نظرته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة من القمر مستنيرة من شدة فرحه وسروره صلى الله عليه وسلم بالخير. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم هذا الخير ويعرف هذا الخير يفرح النبي صلى الله عليه وسلم به. يبقى ازاي نزكي نفسنا؟ نزكي نفسنا من الشح، نزكي نفسنا من البخل، نطهر هذه النفس. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر هذه النفس من الشح ومن البخل وتطهر هذا القلب من هذه الأمراض. محتاجين نزكي نفسنا بأن نتعرف على الناس الفقيرة، محتاجين نزكي نفسنا بأن نتصدق، محتاجين نزكي نفسنا أن احنا نتصل على مؤسسات فيكم الخير ونقول والله يا جماعة احنا هنشارك معكم في الخير ده، هنشارك معكم في الفرحة دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يزكي لنا هذه النفس. نشوف كمان تقرير أم مريم ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى في كل يوم بيبعت رسائل لكل واحد فينا، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك مشروع خير ويقول لك خلي بالك في نعمة من النعم انت مغموس فيها ومش حاسس بيها. لما تشوف غيرك محروم من النعمة دي وبيعاني من حرمانه لهذه النعمة قد ايه بنعرف ان ربنا سبحانه وتعالى له فضل علينا كبير جدا جدا، ونعم ربنا سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. نعمة الصحة والعافية نعمة ما بعدها نعمة. لما تشوف حد ربي أسرة يعني محروم من هذه الصحة ومن هذه النعمة ألا وهي نعمة العافية، ومريض مرض صعب جدا جدا وبيغسل وبيتداوى ويتعالج كل يوم، والأسرة 7 أفراد وتمن أفراد، الأسرة يا جماعة ما معهاش والله تمن العلاج اللي بتعالج به ربي الأسرة، فضلا على الطعام، فضلا عن الشراب، فضلا عن البيت المهمش اللي ما فيه السقف. دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى جاينا كلنا، بتقول لك خلي بالك انت ممكن في يوم من الأيام لو ما أديتش شكر هذه النعم اللي انت منغمس فيها ربنا يأخذ منك هذه النعمة ويسلب منك هذه الصحة والعافية. تعالوا مع حضراتكم نتعرف قد ايه احنا ربنا تعالى من علينا بنعم كتير جدا، وفي ناس غيرنا محتاجة منا مساعدتنا ومحتاجة نسمع صوتها ومحتاجة نعرف ايه هي معاناتها مع مؤسسة فيكم الخير. ان شاء الله كلنا فينا الخير. تعالوا مع حضراتكم نشوف ظروف الأسرة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا مع حضراتكم يا جماعة مع مؤسسة فيكم الخير نشوف الأسرة دي محتاجة ايه وايه هو حقها علينا. الحاجة أم مريم يا جماعة اتصلت بينا وقالت تعالوا يا جماعة انا عندي ظروف صعبة جدا جدا، جوزها مريض مرض مزمن وبيغسل وبيتقع من علاجات وعنده أمراض، ربنا يعافينا جميعا يا رب، وهي ست وعندها أولادها، عندها بنت على وش زواج وعندها البيت مهمش. تعالوا مع حضراتكم نسمع ايه هي ظروفها وايه شكواها وايه محتاجة ونساعدها ازاي. الله يسلمك، كل سنة وانت طيبين. الله يخليك. أنا عايزة أعمل بس سقف حتى لحو عروق، ومعايا بنت مخطوبة هتروح بعد شهرين، عايزة بس حتى لو أي مساعدة منكم، وعلاج والله بجيبه برضه من جوزي بالفلوس، في اللي العنافة الدولة بصراحة وفي اللي بالفلوس، بس بصراحة من الميزانية مش مكفية خالص، مش مكفية. ومعايا 5 أولاد، البنت الكبيرة عندها 18 سنة تروح بعد شهرين، والبنت الثانية في ثالثة إعدادي أقرأ لها فاتحة بعد العيد، وواد في سنة 6 ابتدائي وواد في 8 ابتدائي وواد 3 سنين. مفيش دخل خالص؟ مفيش دخل عندك؟ قليل خالص والله اللي بيساعدنا، قليل خالص. إيه أكتر حاجة أنت محتاجاها من أهل الخير سامعينك دلوقتي وشايفينك من خلال مؤسسة فيكم الخير أنت محتاجاها حاجة كده يعني إيه؟ حاجة مهمة جدا جدا، إيه أهم حاجة محتاجاها؟ أهم حاجة بس تعرش بس جهاز أوض، ده أهم حاجة، وساعات بصراحة والبنت جهازها، الجهاز بس بتاع البنت، ولو اي حاجه برضو كده من اهلك سامعينك واخواتك سامعينك واهل الخير اللي جواهم خير سامعينك، حاجه برضو من ايديكم تكفي بصراحه، عشان معايا 5 أولاد بصراحه انا برضو بجر عليهم وبشتغل الصبح، مثلا لو عنده اي حد عنده اي صبحيه يعني بشتغل. يعني انت اللي بتشتغلي؟ انت اللي بتروح تشتغلي؟ انا اللي بروح اشتغل والله، وهو بيغسل 3 أيام في الاسبوع، حد وثلاث وخميس، ما فيش اي دخل خالص، ومركب له جهاز ب5000 جنيه. ما ينفعش طبعا انه يشتغل خالص، ما ينفعش خالص خالص انه يشتغل ولا يشيل اي حاجه على دراعه، مركب له جهاز ب5000 جنيه. اصعب حاجه يا جماعه لما تسمع الالم والوجع وحد عايش وعايش بيه،
للأسف الحاجة بتحكي يا جماعة مأساة والله. الأستاذة والحاجة مريم بتقول يا جماعة إن هي ما شاء الله عندها 5 أولاد، اللهم بارك يا رب العالمين. بنتها على وش جوازها، تتجوز بعد 2 شهر، بتناشد أهل ربنا يوفق إن شاء الله يصلى الأمر، بتناشد أهل الخير، بتقول لكم يا أهل الخير أنا محتاجة مساعدتكم، يا أهل الخير أنا محتاجة صدقاتكم، محتاجة زكواتكم. مين هينظر للحاجة أم مريم وأسرتها وزوجها المريض نظرة رحمة؟ مين يا جماعة يا أهل الخير اللي يخفف عنها كم الأسى وكم المعاناة وكم الوجع والألم اللي هي عايشاه؟ نفسها بتقول أنا نفسي وحلم حياتي كله في أوضتين بس. أوضتين يا جماعة، تسقيف الأوضة مع مؤسسة فيكم الخير بالعلق واللوح تسقيفها 10,000 جنيه، يعني 20,000 جنيه نقدر نساعد الحاجة أم مريم ونبدأ يعني نرسم الفرح والبهجة على وشها. نقدر بقدر الإمكان نصر هذه الأسرة المسلمة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده في الحديث الجميل، قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. احنا كلنا محتاجين لستر ربنا، كلنا عندنا ذنوب وكلنا عندنا يعني عيوب، محتاجين ان ربنا يسترنا في الدنيا بين الخلق، ومحتاجين ان ربنا يسترنا في الاخره بين ايديه. طب انت ربنا يسترنا في الدنيا والاخره لما نصر الحاجه ام مريم، لما نساعد الحاجه ام مريم، لما بقدر الامكان نسقف لها الاوضتين للحاجه ام مريم. زي ما قلت لحضرتك الاوضه الواحده في مؤسسه فيكم الخير تكلفه تسقيفها 10,000 جنيه، مبلغ بسيط جدا جدا في حياتنا كلنا وزهيد بالنسبة لنا، ولكن المبلغ ده هيفرق في ظروف الحاجة دي، هيفرق في حياتها كلها. فضلا عن ذلك ان جوزها مريض مرض مزمن لا يستطيع العمل، مركب جهاز في ايده، فضلا عن العلاجات اللي بياخدها والغسيل اللي بيغسله في الاسبوع 3 مرات، جاب لنا كم من العلاجات. يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني شنط وتقارير وعلاجات، الناس دي عندها علاج شهري يا جماعة. تعرف يعني ايه ست معلش اجتمع عليها مر الدنيا والآخرة، اجتمع عليها مر الدنيا بنتها تتجوز مفيش تجهيز، جوزها مريض مش قادر تساعده، بيتها غير مسقف غير لا يصلح للحياة. طب يا جماعة الحاجات دي كلها عايزين نتفاعل، عايزين نشارك، عايزين نمد يد العون. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أسأل الله أن يجعلكم سببا في كل خير، وأن نكون كلنا بفضل الله مفاتيح لكل خير، نرسم البهجة والفرح والسرور على أهلينا مع مؤسسة فيكم الخير، كلنا فينا الخير. مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بإيديكم هنوفر لهم حياة. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. زي ما قلنا كده في الحلقة إنه الزكاة هي إيه؟ تطهير للنفس وللمال وللمال يعني. وحتى في حاجة تاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لنا إن أي إنسان عنده أي كرب أو أي ابتلاء أو لا عنده ولد مريض أو عنده أي مشكلة، كان صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. داوي هذا المريض بأن تتصدق عنه، داوي هذا المريض بأن أنت والله تطلق يعني تخرج صدقة من الصدقات، تتصل على الحاجة مريم وتعرف ظروف الحاجة مريم. الحاجة مريم يا جماعة محتاجة سقف بيت، سقف بيت مع مؤسسة فيكم الخير يعني 38,000 جنيه، مبلغ زهيد، ولكن المبلغ ده هيسر أسرها كاملة، هيسرها في الدنيا وهيكون لك ستر يوم القيامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا في الحديث الجميل جدا جدا والمرء في ظل صداقته يوم القيامة، يعني إيه يا سيدنا النبي؟ يعني أنت يوم القيامة يوم تدنو الشمس من على الرؤوس مقدار ميل، أنت تكون في ظل صداقتك. الخير اللي هتعمله مع أم مريم، والخير اللي هتعمله مع أستاذ فيكم الخير، والخير اللي هتعمله مع الناس يوم القيامة يحميك هذا الخير من حرارة هذه الشمس. يوم القيامة يحميك الخير ده من هول الموقف وهول المحشر وهول البعث. يوم القيامة إن شاء الله ستجد وستجني هذه الثمار في الدنيا بإذن الله، وفي الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نشوف كمان تقرير ومؤسسة فيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، جينا مع حضراتكم النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير، نشوف أحوال أهالينا ونشوف قد إيه إحنا في نعم كتيرة جدا جدا جدا. في ناس محدش يعرف عنها حاجة خالص يا جماعة، في ناس ربنا سبحانه وتعالى بعتنا ليها النهاردة في محافظة الفيوم مركز إطسة. الناس دي لما نشوف حالتها ونعيش حياتها يعني للأسف حياتها تصعب علينا كلنا، لما يكون راجل ومريض وعنده أولاد وللأسف لا يملك قوت يومي
ما عندوش حتى المصاريف اللي يصرف بها على بيته، يعني من حقنا كلنا ننظر لهذا الرجل ونشوف الرجل ده له حق علينا ولا لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حثنا على رعاية الفقراء ورعاية المساكين، أمرنا وذكرنا إن ده أصل من أصول الدين، إن إحنا عشان نبقى مسلمين لازم نشعر ببعضنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، وقال صلى الله عليه وسلم المسلم للمؤمن أو المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. محتاجين نشوف حالة الأستاذ كريم النهاردة ونشوف هو محتاج إيه ونساعده ونسعده عشان ربنا يساعدنا ويسعدنا كلنا. تعالوا مع حضراتكم نشوف الحالة محتاجة إيه ونسمع من الأستاذ كريم هو محتاج إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، جينا مع حضراتكم النهاردة لحالة عم كريم. عم كريم حالة يعني إنسانية من الدرجة الأولى. عم كريم راجل كان صحيح وكان سليم، فجأة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض، جات له جلطة أثرت على لسانه، أثرت على رجله، أثرت على حياته، حتى شغله ما قدرش يشتغل. عم كريم معاه أولاد بفضل الله زي ما حضراتكم شايفين، ومعاه زوجة وعنده بيت ومسؤول وعنده مصاريف. للأسف بيناشد أهل الخير كلهم بيقولهم يا جماعة أن ربنا ابتلاني في صحتي وعافيتي، ما قدرش أشتغل، ما قدرش أروح يمين وشمال. فبيناشد كل أهل الخير سامعيننا وشايفيننا النهاردة من خلال مؤسسة فيكم الخير إن إحنا نمد له يد الخير. تعالوا مع حضراتكم نشوف ايه هي ظروف عم كريم ومحتاج ايه. السلام عليكم. الضلطة انت محتاج ايه؟ احنا مش هنتقل على عم كريم عشان عم كريم للأسف مش قادر يتكلم، فممكن نسمع من زوجته هي محتاجة ايه وظروفها ايه وعايشين ازاي. حالة كريم انه نزل على جلطة وعمل صمامة في القلب وعنده كهرباء زيادة في دماغه، فحالته يعني الحمد لله يعني ماشي على علاج يعني الحمد لله، بس يعني الحمد لله حالتنا يعني انت شايفين اهو دي، احنا عندنا هم دي ولادنا هم دي بنعلمهم برضو نودهم القرآن يعني والحمد لله، واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه معانا يعني الحمد لله يا رب، مش عايزين حاجة الا فضل ربنا. هو دخل ما فيش دخل الحمد لله، ولا بيشتغل ولا بيطلع ولا بيعمل، هو بس من البيت للجامع وخلاص على كده، وساعات يصلي هنا وساعات ما بيقدرش يمشي يقعد يصلي في البيت هنا، وهو الحمد لله يعني علاجه برضو بيلقى برضو الناس يعني في ناس بتحاول ان يجبوه له وفي ناس ما بتجبوهش، ويعني الحمد لله يعني حالتنا الحمد لله بسيطة الحمد لله على كل حال. شوفنا مع حضراتكم زوجة عم كريم. عايز اقول لحضراتكم يا جماعه والله مشاعر صعبه جدا جدا ومؤثره جدا جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الراجل ده كان صحيح وكان سليم وكان بيمشي وكان بيشتغل وفجاه قعد، ده ممكن يكون عندي وعندك في كل وقت وفي كل يوم. ستنا الحاجه مرت وزوجة عم كريم بتناشد اهل الخير بتقول يا جماعه احنا محتاجين اهل الخير، محتاجه اولادي عايزين تعليم. عم كريم مش قادر يتكلم، بيقول انا عندي فاتح قلب، بيقول انا محتاج عندي صمام في القلب، عنده عمليه في القلب ما بقدرش يشتغل. هي تمالكت يعني نفسها من الدموع والبكاء. فاحنا بنناشد اهل الخير من خلال مؤسسفكم الخير، يا اهل الخير مين يتكفل باسره عم كريم؟ من النهارده يا جماعه يعمل مع مؤسسفكم الخير راتب ودخل شهري لعم كريم. مين اللي يقول لعم كريم العلاج اللي انت محتاجه ايه يا عم كريم وانا اجيبهولك؟ مين اللي يمسع دمعات زوجة عم كريم ويقول لها خلاص حقك عليا يا اختي، دمعاتك دي غاليه عندنا كلنا، مش هنبات النهارده ولا هننام النهارده الا ما نمسح هذه الدمعات ونبدل هذه الدمعات لفرح وسرور وبهجه يفرح بها ربنا سبحانه وتعالى ويفرح بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديث جميل جدا جدا بيقول لنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عايزين يا أهل الخير كلنا نكون في عون لعم كريم ولزوجة عم كريم والأسرة عم كريم. الأطفال الجمال دولت محتاجين مننا رعاية، لهم علينا حق، لهم علينا يا جماعة والله حق كلنا ننظر إليهم. اتصل دلوقتي على مؤسسكم الخير وقول والله انا محتاج رقم عم كريم، محتاج عنوان عم كريم، انزل واساعد الناس. الناس جواها الم يا جماعه واسى، عايشه ماساه. انا عايز اقول لحضرتك الصوره يا جماعه ابلغ من اي كلام انا اقوله، ولكن عم كريم دي رساله ربنا سبحانه وتعالى بعتها لي وبعتها لحضرتك وبعتها لحضرتك وبعتها لكل المشاهدين اللي شايفيننا دلوقتي وسامعيننا. عم كريم بيناشد اهل الخير بيقول لكم يا اهل الخير ما تتركونيش ما تسيبونيش، اوعى تشوفوا حالتي دي ما تتفاعلوش معاها. محتاجين نتفاعل مع عم كريم ومع زوجة عم كريم ومع اولاد عم كريم حتى يعيشوا عيشه هنيئه، عيشه
كريمة يأمن بها على تعليم أولادي، توفير الطعام والشراب. بالنشد الأخير يا جماعة أن احنا ننظر لعم كريم وزوجته أسرته نظرة خير ونظرة رحمة، حتى ينظر الله إلينا نظرة خير ونظرة رحمة مع مؤسسة فيكم الخير. كلنا فينا الخير إن شاء الله. يا رب يشفيني، يا رب يشفيني. إن شاء الله ربنا يجعلنا سبب في سعادتك وإسعادك، وأهل الخير اللي شايفينك دلوقتي بإذن الله يساعدوك، وهيتصلوا علينا النهاردة بإذن الله ودلوقتي ويقولوا إحنا عايزين نساعد عم كريم رجل محترم، ربنا يشفيك ويعافيك وينزل عليك كل شفاء وكل دواء يا رب، يمتعكم جميعا بالصحة والعافية. مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بإيديكم هنوفر لهم حياة. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. صعب تقرير عم كريم، صعب صعب يعني للأسف. عم كريم ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في عيشته، وابتلاه الله سبحانه وتعالى في كل ما يملك. عم كريم يعني راجل مصاب بأمراض كتيرة جدا من ضمنها الجلطة، وعمل عملية في القلب وجهاز مركبه في إيده. احنا بس عايز أقول لحضرتك إن عم كريم محتاج مننا يا أهل الخير والله إن احنا نزكي نفسنا، إن احنا ننظر لعم كريم نظرة يعني خير، يعني نطلع الزكاة ونخرج الصدقات وننظر إليه نظرة رحمة. والله لو أخرج كل إنسان غني في هذه الدنيا لو أخرج زكاة ماله ما وجدنا فقيرا بين المسلمين. أستاذ دعاء، لو كل واحد فينا أخرج زكاة ماله، زكاة تجارته، زكاة كذا وكذا من ضمن هذه وأنواع الزكوات، والله ما وجدنا فقيرا، ما كنا شفناش عم كريم دلوقتي. بس إحنا محتاجين ننظر لعم كريم يا جماعة نظرة رحمة، زكاتنا نطلعها لعم كريم، صدقاتنا نطلعها لعم كريم، كل خير نعمله وتصل على عم كريم ونساعد عم كريم ونساعد أسرة عم كريم عشان يمسح هذه الدمعات. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم. مشروع خير النهاردة ربنا سبحانه وتعالى فتحه لنا وبعت لنا رسالة عن طريق مؤسسة جميلة جدا اسمها مؤسسة فيكم الخير. المؤسسة دي يا جماعة بتنزل على أرض الواقع تلمس حاجات المساكين والمحتاجين. معانا النهاردة حالة الحاجة هناء، عايزين نشوف الحاجة هناء محتاجة ايه وازاي نساعدها ونسعدها. السلام عليكم. ازيك يا حاجة، عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ تعالي كده معلش معايا، تعالي هنا قولي لنا حضرتك، بص للكاميرا قولي لنا نقدر نساعدك ازاي. أنا والله محتاجة كل حاجة ونفسي أبقى عايش زي الناس اللي عايشة، قسم بالله جوزي عيان وعندي ابن عيان، وأنا عايزة أنا بروح السوق ببيع شط ومشاط على مرايات، وأنا كده محتاجة علاج ومحتاجة حاجة توديني السوق أنا وجوز الرجل العيان. عايزة مشروع خير، حد يعملك مشروع خير يعني يبقى فيه دخل ثابت ليك. أيوة، لو ييجوا من فضل من عندهم هم، لو يجيبوا لي تريسيك او حاجه اطلع بيها انا وجوز الرجل الكبير. جوزك مريض؟ قسما بالله، قسما بالله جايبه كارت، والبيت دي ده اللي عاملوه لي كده واحد من الغرق اللي عامل لي البيت ده، كان بيت قديم وجو عمل. ايه اكتر حاجه انت محتاجاها من الخير؟ انا محتاجه كده تريسيك من عندهم هم، يوكلني عايش ويطلعني انا وجوزي الراجل الكبير ورائد رائد جوه، قسما بالله ما بيجيب جنيه من بره، وعيان وعنده عيا وحش تحكيه بره عنا، والله قسما بالله كمان مره انا اللي بجري وانا اللي بجيب وانا بطلع السوق، واهل الخير بيساعدوني برضو بالحسنه اللي بيدهاني ربنا. سمعنا الحاجه هناء وبتحكي ظروفها يا جماعه، جوزها مريض مرض مزمن، شوفوا هو رائق جوه اهو، قسما بالله عيان وعايز عمليه، وانا محتاجه عن اي حد. الحاجه هناء يا جماعه جوزها مريض وقعيد وهي ست محتاجه، قولي لنا يا حاجه هناء انت محتاجه ايه تاني؟ مش محتاجه بس اللي ده عدل عن ترسيك يوديني السوق ويجيبني، بس عند عيل مريض يروح مصر ويجي، والله بقالي 3 سنين بجري علي على الشيوخ، ما عنديش الا كده، انا بس مش طالبه منهم الا قد العنت ريسيكلي وكلني عايش ويوديني انا وانا بس.
ادي وما حلتش والله ولا بيت ولا غيت الا هو اللي قدل عن البده، قسما بالله ما هو الذي ومش انا اللي بنيه، اهل الخير برضه اللي بنيه لي. دمعات الحاجة هناء غالية علينا يا جماعة، دمعاتها لما بتبكي كده قدامنا وتقول والله العظيم أنا ما فيش أي دخل عندي، جوزي تعبان وظروفي كذا ودينيتي كذا كذا، معلش لازم كلنا نقدر نتفاعل مع هذه الدمعات. بتقول يا جماعة أنا محتاجة بس مشروع خير، بتقول أنا بروح السوق ببيع أي حاجة، حد يتكفل بالحاجة هناء يا جماعة. بتقول محتاجة تريسيكل أجيب عليه أي حاجة وألف بيه، شفت لما ستي تركب تريسيكل وتلف بيه، ومحتاجة أي حاجة أي مشروع يا جماعة، لو حد من أهل الخير يجيب لها بضاعة تبيعها في البيت، نعمل لها مثلا كده دكان صغير، سوبر ماركت صغير، أي حاجة تساعد على الدخل. جوزها تعبان وابنها مريض بقاله 3 سنين، اجتمع عليها معلش مر التعب ومر الأسى، شايلة المسؤولية، بتقول والله بعت حاجتي. أي حد شدمه كله تقول لك على ابن ربيع. يا جماعة احنا هنا في محافظة الفيوم مركز إطسة قرية اسمها قرية شدموه، بنشدكم من خلال مؤسسة فيكم الخير، بنقول لكم يا أهل الخير محتاجين نساعد الحاجة دي، الحاجة دي ليها حق علينا، ليها حق في رقبتنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كلنا جسد واحد يا جماعة، ما ينفعش أختنا دي تبقى قاعدة كده وإحنا نسيبها. مع مؤسس فيكم الخير إن شاء الله هنساعدها ونسعدها بيكم وبصدقاتكم وزكواتكم إن شاء الله. مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم بإيديكم هنوفر لهم حياة. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. تعليق أخير، احنا بنقول لحضرتك يعني ان المؤسسه فضلت على انشطه خيريه كبيره جدا جدا، من ضمن انشطه المؤسسه تسقيف منازل الفقراء والمساكين. سقف البيت يا جماعه السهم الواحد ب 5000 جنيه، تسقيف السقف كامل للاسره كامله 30000 جنيه، تقدر تشاركه من خلال زكاتك وتقدر تشاركه من خلال صدقاتك وتقدر تشاركه من خلال اي باب من ابواب الخير والبر اللي انت بتعمله. تاني حاجه بنعملها وصلات الميه، بنوصل بفضل تعالى بروتوكول تعاون بين مؤسسه فيكم الخير وبين شركه الايه شركه الميه، بنعمل مقايسه وحسب المقايسه بين 7000 جنيه ل 10000 جنيه وصلت الميه مع مؤسسة فيكم الخير، بنسقي بها أسرة كاملة مدى الحياة، وده من أفضل الصدقات زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا إن أفضل الصدقات سقي الماء. بنساعد في تجهيز العرائس اليتيمات، البنات اليتيمات، إحنا معانا يا أستاذة دعاء يعني داتا كاملة، كشف كامل، ملف كامل، في أكتر من بنت يا جماعة خلاص تحدد زواجها، محتاجة مننا خير، محتاجة مننا إن إحنا نجهز في تجهيزها وفرشها وعرسها ده ونشاركها الفرحة. عندنا فضل تعالى أنشطة كتيرة جدا جدا مع مؤسسة فيكم الخير، نناشد أهل الخير في كل زمان وفي كل مكان ان هم يمدوا لنا وللفقراء والمساكين ايدي الخير، ان شاء الله تعالى ربنا يخلف عليهم خيرا في اموالهم وصحتهم وعافيتهم، اللهم امين، اللهم امين. امين يا رب. بشكر حضرتك وبشكر مشاهدينا، واسيبكم اخر تقرير خير في حلقتنا النهارده مع مؤسسه فيكم الخير. رحيم، جينا مع حضراتكم النهارده مع مؤسسه فيكم الخير محافظ الفيوم مركز إطسة قريه من قرى مركز إطسة، جينا نشوف الحاجه ام نبيل كم المعاناه اللي عايشاها وكم الاسى والوجع اللي بيمر بيها كل يوم. الحاجه ام نبيل يا جماعه لما شافتنا النهارده كانها شافت باب للجنه اتفتح قدام عينيها، ما كانتش مصدقه ان لحد النهارده في ناس جواها خير وفي ناس النهارده بتبحث عن ناس وتساعد. لما دخلنا عليها وجبنا لها بفضل تعالى وجبه لتكفي اسره كامله، فضل الحاجة فرح جدا جدا، ولما شفنا عندها البيت لقينا البيت مهمش خالص، للأسف البيت ما فيهوش فرش، ما فيهوش أساس، البيت عبارة عن حاجة كده هامشية، يعني للأسف أنا مش عارف هي عايشة إزاي. نسمع مع حضراتكم يعني شكوى وألم ووجع الحاجة أم نبيل ونشوف نقدر نساعدها ونساعدها إزاي. إزي حضرتك يا حاجة؟ الله يسلمك. كل سنة حضرتك طيب. أنت طيب. قولي للناس اللي سامعينك وشايفينك وعايزين يساعدوك، محتاجة إيه؟ اللي يعني تعملوا اللي يسر من إيديكم، هو البيت قديم. البيت قديم قوي والواحد خايف منه. بتحسي بايه لما المطر بتمطر؟ بنخاف، بنبقى خايفين لا يقع. في مطر بينزل عليكم؟ ايوه. انا مش شايف عندكم في البيت اي فرش ولا اي في اي حاجه خالص. نام كده على حصيره على كنبه خشب. طب انت تطلبي ايه من اهل الخير سامعينك دلوقتي وعايزين يساعدوكي؟ ريت بيت، يا ريت بيت حتى باي بنا كده بس يكون جديد.
يعني حلم حياتك بيت تسكني فيه؟ ايوه. قولي لها الخير، سامعينك اولادك سامعين. اعيش اليومين اللي فاضل اللي في بيت امان، عشان انا خايفه قوي من الشتاء ومن النطر. وايه تاني؟ وايه تاني محتاجاه؟ مش عاوزه حاجه. الحاجه يا جماعه كم الالم يغلب على لسانها، بتقول يا اهل الخير انتوا شايفين وضعي وشايفين حالتي، بتقول انا محتاجه بس بيت اعيش فيه في امان. كلمه مش سهله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا من عاش ومن بات امنا في سربه، الحاجه ام نبيله يا جماعه لن تشعر بهذا الاحساس ولم تشعر بهذا الامان. بتقول يا اهل الخير، يا اللي جواكم خير، يا اللي ساعدتوني النهارده وجبتوا لي الوجبه الجميله دي، انا محتاجه منكم طلب واحد. محتاجه ايه يا حاجه؟ محتاجه بيت اسكن واشعر فيه بالامان. محتاجين اهل الخير ينظروا للحاجه. ثمن البيت يا جماعه في الارياف ثمن رخيص جدا جدا، ب 100,000 جنيه تستطيع ترسم البهجه والفرح والسرور عن الحاجه ام نبيل. الحاجه ام نبيل ست ارمله عندها ايتام، ست بتجاهد مع الحياه، يوم تاكل ويوم ما تاكلش، يوم تنام ويوم ما تنامش، محتاجه مننا نظره رحمه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنه يا جماعه لامراه تسابق رسول الله في ان تدخل الجنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال هذه امراه ارمله وقفت على اولاد ايتام فشغلت بها نفسهم. احنا محتاجين كلنا نشغل نفسنا يا جماعه بالحاجه ام نبيل، ونمسح الدمعات من على عيونها، ونرسم الفرح والبهجة والسرور على وشها الجميل السمح ده. محتاجين معاكم مع مؤسسة فيكم الخير، كلنا فينا الخير، محتاجين نسقط هذا الخير على أرض الواقع مع مؤسسة فيكم الخير. مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بإيديكم هنوفر لهم حياة. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم.